رابعاً، يبقى من أبرز الأشياء التي يفخر بها أيضاً المغاربة هي مسألة الأعلام، وخاصة حينما يقال عن المغاربة أنهم حفدة القائد يوسف بن تاشافين أو طارق بن زياد أو محمد بن عبد الكريم الخطابي، أو حتى لشخصيات بارزة حالية مثل العالم منصف السلاوي، الفيلسوف طه عبد الرحمن، الإعلامية نهاد بن عقيدة، الطفل إيد درموطيع، الطفلة مريم أمجون وغيرهم كثير.